أعزائي مشاهدي ومتابعي موقع مصر في كل مكان، أنا معكم محمود عجمي مراسل محافظة أسيوط. إحنا موجودين في موقع انهيار عقار أسيوط، معنا أحد شهود العيان جيران الأسر والضحايا. عرفني بنفسك، عايزين نعرف أكثر تفاصيل الحادث، وهل البيت كان يعني بنا قديم ولا إيه؟ تفاصيل البيت بنا جديد من فترة، كان اتبنى البرج اللي هو العالي اللي ورا ده. ساعة ما اتبنى البرج حصل فيه ميل، صاحب البيت عمل ايه؟ عمل كرمة من اللي هما ايه؟ ده من الخرسانة اللي هنا، وعمل واحدة من الناحية التانية. لو قلنا العقار المنهار يتكون من كام طابق، وعدد من أربعة اللي ممكن من أربعة والأسر اللي فيه يعني كل دور ساكن. هل في حد يعني زي مثلا العيال هنا، حد معانا برضه اللي بعض الناس كان اللي فيه اللي صلى ودخل البيت؟ اللي هو محمد ده اللي مات. يعني النهارده انت يعني سمعت شفت الحادث ازاي او سمعت؟ انا صحيت على البيت واقع، بس محمد ده الراجل كان مصلي الفجر وطالع فوق، يعني حتى الناس اللي شافوه كان جاي من الجامع طالع فوق على طول، هو يا دوب طلع كده والبيت واقع. لان هو الراجل على طول يعني يبدا الفجر يروح يصلي، يبدا العشاء يروح يصلي، يرجع وشغال الرجل على الله. يعني كان عندك حنفية، عندك بتاع ده سباك. يعني هل البيت كان فيه آثار اللي هو التشطب؟ فيه ما حاولوش الأهالي يخرجوا مثلا من البيت ويسيبوه مثلا؟ لا، ما انت عارف الوقت جار دايم وهيروح فين. النهارده شارع زيادة 2000 جنيه، لو قد شقة هنا جار ب 2000 جنيه وهيدفع منها 2000 جنيه. يعني دي على الله بتوكل عليها مسهل، هتروح فين؟ لو احنا شايفين زي ما حضرتك شايف ان في جهود القوات الانقاذ اللي هم في البحث عن ايه؟ هم كانوا بيطلعوا ثلاث جثث تقريبا من سبع مصابين، هل ممكن يكون في عدد ثاني كتير جوه؟ في اللي هي الست وعيالها دي تحت. اختها كانت معاها، بس ما عرفش عاد اختها طلعها ولا لا. دور الارض. شكرا. أعزائي مشاهدي ومتابعي موقع مصر في كل مكان، أنا معكم محمود عجمي مراسل محافظة أسيوط. إحنا موجودين هنا بنتابع في تغطيتنا لانهيار عقار أسيوط. طبعاً الحماية المدنية وفرق الغاز الطبيعي هنا بيوصلوا أعمالهم في البحث. كل اللي عملوه بتاع الغاز برضه، عشان ما انت عارف كلمناهم، كل اللي عملوه جابوا بتاع بلاستر ولفوه هنا. طبعا هم كلمهم يقولوا من الغاز، قال لك هنا من ضمن الريحه فجت، من ضمن الصبح ما رضيش يبقى من ضمن كلام العيال. الشغل جاب بلاستر، شوف كده تلاقي بلاستر ملفوف على الفاتوره. من ضمن كلام الاهالي هنا برضه هتلاقيه برضه، عشان تصور وتشوف الاهمال برضه. تمام. من ضمن الاهمال تمام. من ضمن مطالب الاهالي هنا اغلاق محبس الغاز في المنزل المنهار. طبعا نعيد ونذكر اهالينا اللي عقار اسيوط المنهار في شارع متفرع من شارع رياض لمدينه اسيوط. طبعا تم استخراج ثلاث جثث وانقاذ ارواح تسع مصابين، وما زالت فرق الانقاذ والحمايه المدنيه هنا تواصل اعمال رفع الانقاذ. طبعا عقار اسيوط المنهار عقار قديم مبني بالطوب الأحمر والأسمنت حامل على محمول. طبعا الأهالي كانوا بيقولوا اللي ظهرت على المنزل بعض التصدعات، ورفض الأهالي ترك أو إخلاء المنزل. جهود الحماية المدنية والإسعاف والإنقاذ هنا، تم استخراج ثلاث جثث وسبع أو تسع مصابين من أسفل أنقاض العقار، وما زالت جهود الإنقاذ مستمرة في البحث عن الناجين أسفل العقار.
هات الحاجه اللي احنا بنخيل فيها. محمود بعت واحد معاك عافي شويه، يعني بعت الملك عشان تبقى واحده. يلا يا رجاله كله يرجع ورا عشان نشتغل بعد اذنكم. كما تشاهدون اعزائي المشاهدين ومتابعي الموقع مصر لكل مكان، هنا قوات الحمايه المدنيه والانقاذ، هنا بيحثوا الاهالي على اخلاء الطريق واكساح الطريق لمعدات الانقاذ لاستكمال عمليات البحث عن نايين اسفل العقار. مستمرين في تقييم متابعتنا على مدار اليوم. ماشي ومستمرين. Thank you.